مشاهدينا الكرام، لمناقشة ملف حصاد العراق الاقتصادي لعام 2020 تنضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان الأكاديمية والباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية دكتورة هداب فالح الكبيسي. أهلا بك دكتورة هداب. بداية، بعد الإعلان عن أرقام الدين العام قبيل طرح الموازنة الجديدة، إلى أي مدى ترين صحة هذه الأرقام؟ نعم، مساء الخير عليك أستاذ محمد وعلى السادة المشاهدين. يعني عندنا مشكلة جدا كبيرة في مسألة، وأنتم أيضا ذكرتموه في تقريركم، في مسألة العجز المالي للموازنة وخاصة موازنة 2021 القادمة، وكذلك في مجمل الاحتياطات للعملة الأجنبية. وبالتالي يعني عملية حساب هذه الكميات النقدية يعني يشوبها كان بعض الأخطاء بالشكل التالي. على سبيل المثال، الاحتياطيات الأجنبية تحسب في بعض الأحيان، نجدها في بعض الأحيان أرقام كبيرة، وهكذا يتم حسابها معها كمية الذهب الموجود لدى الخزينة، وبالتالي يحول إلى دولار ويضاف إلى العملات الأجنبية. هنا يظهر لنا الرقم شيئا ما كبير. في الحقيقة أيضا كما ذكرتموه في تقريركم، هو في الحقيقة يعني كان 62 مليار في 2019، نزل في أيلول 2019 إلى 51 مليار دولار، وبالنتيجة يشار إلى أنه سينخفض إلى نهاية 2020 إلى 42 مليار دولار بسبب مثل ما أيضا ذكرتموه في تقريركم، هي العملة الأجنبية والتعامل معها بالشكل الغير صحيح وإلى آخره، أدى إلى استنفاذها. نعم. طيب، بالنسبة لمعدل الفقر، بالنسبة للوضع الداخلي في العراق وأعداد الفقر أو الفقراء الموجودة داخل العراق، هل معدل الفقر بالنتيجة على النحو الذي تصدره الحكومة؟ يعني كيف تحول معدل الفقر برأيك من عام 2006 لغاية عام 2020؟ نعم، يعني أيضا عامل الفقر يشار إلى أنه هنالك رقم محدد، هو قبل ما يتم تخفيض العملة هو قدر 5,500,000 عراقي يقعون تحت خط الفقر. سيضاف إليه هذا الرقم في نهاية هذه السنة 1,700,000، وبالتالي لدينا رقم أيضا سابق، يعني ممكن أن نعبر على 10 ملايين يحددون في العراق تحت خط الفقر. نقصد هنا بخط الفقر كما حدد كنسبة مئوية أنه سيصل إلى 57%، أي بمعنى هؤلاء الذين يعيشون تحت 5 دولارات ونصف الدولار، هؤلاء تشكل نسبتهم كما أشرت 57%. وبالتالي يعني نستطيع أن نستشف أنه كمية الفقر الموجودة ونسبتها جدا عالية عند هذه السنة في نهايتها. نعم. طيب، يرى البنك الدولي أن الإصلاحات الموضوعة في الورقة البيضاء التي قدمتها الحكومة ستؤدي إلى زيادة في نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ويمكن أن يصل إلى نسب عالية، ما مدى صحة ذلك؟ يعني أشار البنك الدولي في الورقة البيضاء من ضمن التحليلات التي هي موجودة بأنه أنه الإصلاحات التي ستتم لو أخذ العراق بها، هذا هو حسب قولهم أي البنك الدولي، أنه سيؤدي إلى نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 58%. ولكن الآن خلينا نجي ونفكر ونشوف، هل 58% هي فعلا يعني احنا بدأنا نستطيع ان نعمل على جني ثمار هذه الاصلاحات؟ يعني اول اصلاح الذي قام به العراق هو تخفيض قيمة العملة، ادى هذا الى يعني تخفيض من قيمة الرواتب كما ذكرتموه في تقريركم 25%. اذا لا جدوى من هذه الاصلاحات، وانما ما جاء بها من تحليلات اقتصادية اكيد كان يشوبها كثير من الاخطاء، وبالتالي هي مضللة أكثر مما هي صحيحة. نعم. ما رأيك دكتورة بالنسبة لقرار وزارة المالية بخفض قيمة الدينار العراقي؟ تقول الوزارة على لسان الوزير بأن هذه الخطوة هي لمصلحة الاقتصاد العراقي، وهي خطوة كانت متأخرة وكان يجب أن تتم منذ فترة طويلة. بالإضافة إلى ذلك، تحدث في جزئية مهمة على أنه لن يتضرر فقراء العراق ولن يتضرر الموظفون أو المتقاعدون. ما مدى صحة ما تفضل به وزير المالية وأنت خبيرة اقتصادية دكتورة؟ نعم،
يعني بالنسبه ل يعني بالنسبه لها هذه الارقام التي تم اشير الها انه سوف لن يتاثر الفقراء او ذوي الدخول المتوسطه الى اخره، كان يجب على الدوله ان تقوم اولا ببرامج تكافل اجتماعي وان تاخذ بنظر الاعتبار الضمان الاجتماعي لعدد كبير من الافراد وليس للعدد المحدد في الوقت الحالي، وايضا ان تقدم مساعدات وان يعني تاخذ بنظر الاعتبار يعني ما يحصل عليه الفرد من البطاقة التموينية. نعم. يعني احنا عندنا الان هاي اقصيت، يعني ما يتم اعطاء بها هو فد مواد جدا قليلة. هذا جانب. جانب اخر اللي ما اشير الى انه هنالك فائدة في تخفيض قيمة العملة على الاساس انها ستكون يعني مجدية بالنسبة الى الديون. نعم. او دفع فوائد الديون، ولكن في حقيقة الامر يعني نحن هنا امام مشكلة جدا كبيرة. نعم. لانه وزير المالية اشار الى انه ديون العراق بلغت 132 مليار دولار. نعم. وهنالك من يشير الى ان الديون الخارجية للعراق يعني كمصدر دولي 160 مليار دولار. صحيح. وهنالك رقم رسمي ظهر قبل أيام يشير إلى 111 مليار دولار. ورقم آخر يشير من قبل المتخصصين في إدارة الديون يشير إلى 83 مليار دولار. فلك أن تتصور لدينا 160 مليار دولار و132 و111 و83، كل هذه الأرقام غير واضحة وبالتالي غير مفهومة. وبالتالي ما اتخذ من قرار في تخفيض العملة كان يجب علينا أن نعرف أساسا الديون كم هي. وبالتالي نحن نعلم تقريبا فوائد الديون هي تصل. نعم. خدمة الدين إلى 7 مليار دولار. نعم. ولكن نعرف حجم الدين الأصلي حتى نستطيع أن نعرف كيف نتعامل معها، وبالتالي سوف نستفاد من تخفيض قيمة العملة. نعم. برأيك هل ستنجح حكومة مصطفى الكاظمي بتأمين الرواتب بعيدا عن اللجوء للاقتراض خلال العام المقبل؟ يعني هي المشكلة بالشكل التالي، نحن يعني اقترضنا اقتراض خارجي 5 مليار دولار والاقتراض الداخلي كان 13 مليار دولار. بين هذا وذاك احنا لا نستطيع ان نستمر بذلك، ولكن ايضا يعني يجب ان لا نفكر بالايرادات التي نحصل عليها فقط من جانب واحد اللي هو جانب الريعي وهو النفط. هنالك يعني هنالك بحوث تشير في هذا المجال انه لو استطعنا ان نعمل على الاستفادة بمليار واحد من إيرادات الضريبة المفقودة التي نحن لا نستفاد منها. نعم. سيعزز الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 1.5%. وبالتالي نحن جدا بحاجة إلى هذه المليارات المفقودة كي يتعزز الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي تستطيع الدولة أن تعمل على يعني توفير الرواتب بشكل مريح وبشكل يعني يصبح يعني لكل أفراد المجتمع العراقي. نعم. دون اللجوء إلى الطرق الأخرى من اقتراض أو من دخول في مجالات أخرى بإصلاحات غير مجدية. نعم. دكتورة، ما مدى فائدة السياسات الاقتصادية المتبعة في العراق إن كانت تعوم في وسط من الفساد والفوضى؟ نعم. يعني أيضا هذه مشكلة جدا كبيرة وإحنا نعاني منها منذ 2003 إلى حد يومنا هذا. هذه مسألة الفساد إلى حد الآن هذه الملفات لم يتم القضاء عليها، وبالتالي إحنا منذ بداية العام هذا 2020 إلى يومنا هذا لم تحل هذه المشكلة ونحن في نهاية العام. هذا من جهة. من جهة أخرى قد يكون جزء كبير من ملفة الفساد هو ليس فقط سرقة الأموال. نعم. ونحن قد نعرف أن الأرقام قد تصل إلى أكثر من 700 مليار أو أكثر من ذلك. المشكلة أيضا تكون في أنه لا توجد في هذه السنة موازنة لل 2020 حتى نستطيع أن نعرف أين ذهبت الأموال. نعم. ما هي الأموال التي حصلنا عليها، كيف كان تعامل الوزارات معها، ما هي الحسابات الختامية. كل هذه الأمور بمجملها تشكل فسادا اقتصاديا، وبالتالي يضاف إلى الفساد وإلى السرقات الأخرى من قبل الجهات السياسية. نعم. بعد رفع قيمة الدولار أمام الدينار العراقي، برأيك ما هي فرص استمرار تدهوره في المرحلة المقبلة، خاصة في ظل أيضا حديث السلطة أنه زيادة الأسعار التي ستنتج عن خفض قيمة الدينار ستكون مرة واحدة وكأنها مسيطرة على الأسواق، هل تعتقدين أن هناك سيطرة فعلية حكومية على الوضع الاقتصادي داخليا في العراق؟ لا،
هو بالحقيقة الحال لا يوجد سيطرة على الوضع الاقتصادي بشكل عام. نعم. وبالتالي فإن هذه العملية يعني عملية تخفيض العملة كان اتخاذ قرار جدا سيء، ولا كان يعني كان يجب أن لا تفكر الدولة باتخاذه في هذا الوقت، وبالأخص في العالم كله يعاني من ركود ومشاكل اقتصادية. نعم. كان الأجدر بها أن تفكر بسياسات نقدية أخرى، هو بترشيد الإنفاق وبالتالي بالاستفادة من الموارد الاقتصادية. نعم. بكل ما هو موجود لديها من منافذ حدودية إلى آخره، وأن لا تلجأ إلى هذا العمل، لأن هذا سيؤدي إلى انهيار اقتصادي ونقدي، ومجمل سياسات المالية والنقدية ستتأثر في العراق. نعم. إلى فترة لاحقة. نعم. هناك موجة مرتقبة من التضخم داخل الأسواق العراقية، برأيك ما المخاطر الاجتماعية التي قد تنجم عن هكذا قرار؟ نعم اكيد هنالك تضخم في يعني قبل تخفيض قيمه. نعم. العمله كان هنالك يعني رقم مسجل حوالي 25% من الناتج المحلي الاجمالي يوجد هنالك تضخم. نعم. وبالتالي يعني احنا الان ايضا نستطيع ان نضيف الى ارتفاع الاسعار التي حدثت، وبالتالي انخفاض الدخل الحقيقي ما يحصل عليه الفرد من السلع والخدمات. نعم. هذا كله سيؤثر كثيرا في ما يحصل عليه الفرد، وبالتالي سيكون عاملا سلبيا لدورة الدخل، لأن المواطن سوف لن يستطيع أن يتبضع بشكل صحيح، وبالتالي سوف لن يكون له دخلا، هنا ستتوقف عملية الدخل. وكذلك لديك مشكلة أخرى، أن الاكتناز في العراق يصل إلى 65%. هذه عملية الاكتناز للنقود كلها توقف من عملية الدخل، وبالتالي هذه المشكلة التي نقول عليها أن تخفيض قيمة العملة سوف لن تجدي نفعا، لأن دورة الدخل هي أساسا قطعت، وأساسا كانت هي غير متواصلة في الفترة السابقة. نعم. دكتورة، في سؤال الأخير لك، هناك حديث متداول داخل الأوساط السياسية في العراق أن حكومة الكاظمي لجأت إلى عقد صفقة لبيع النفط العراقي للصين بسعر ثابت لمدة عام، مع عدم مراعاة ارتفاع السعر البيع عالميا. برأيك كيف سينعكس هذا القرار على مستقبل العراق الاقتصادي في المدى القريب والمتوسط وكذلك البعيد؟ نعم أكيد قرار أيضا ليس صحيح، لأنه إحنا نعرف إنه أسعار النفط هي غير يعني الآن غير مستقرة. نعم. وبالتالي اتخاذ قرار مثل ذلك مع الصين أيضا غير مجدي نفعا. نعم. كان يعني يفترض أن يكون هنالك سعر واضح أو مرن بحيث يستفاد منه العراق، وبالتالي يحقق هو من وراء نتيجة، لأن احنا اساسا الاتفاقية مع الصين نحاول ان نصل بها الى نتيجة، نحاول بها ان نعيد بناء الاقتصاد العراقي. نعم. والا عندما سوف نعتمد على سعر، وهذا السعر هو اساسا منخفض مع الصين الذي اعتمد عليه، بالتأكيد سوف لن يعني يتحقق او تتحقق الفائدة المرجوة من وراء الاتفاقية بإعطائهم نفط لمدة سنة وبسعر مخفض. نعم. شكرا جزيلا لك الدكتورة هداب فالح الكبيسي، الأكاديمية والباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية، كنت معنا عبر الهاتف من عمان.